بما اننا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن السيرفرات واللي ليها علاقة مباشرة بالشبكات وبناء على طلب الباشمهندس سيد، خلينا نتكلم النهاردة عن مقدمة ولمحة عن الشبكات في حوالي 10 دقائق. هنشوف النهاردة يعني كلام ومعلومات كتير قوي عن الشبكات، بس دي تعتبر هنتس عشان محدش يقول ان ده كلام ناقص او كده. انا بديك بس الاساسيات اللي ممكن تبدأ تسرش عليها وتبحث عنها عن مفهوم الشبكات وتبقى عندك خلفية كويسة عن الشبكات. فخلونا نبدأ الحلقة، واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات يوميات مطور مواقع. الأول، تعريف الشبكة أو الشبكات أو شبكة الكمبيوتر هي عبارة عن مجموعة أجهزة كمبيوتر أو أي أجهزة تانية تقدر تتوصل بالشبكة. الأجهزة التانية دي زي الطابعة، البرينتر أو الموبايلات وغيرها، تقدر تتواصل مع بعض وتبعت داتا لبعض وتستقبلها، وأقل حاجة بيكونوا جهازين بس. أي شبكة بتتكون من طرفين، السندر أو الراسل والمستقبل أو الريسيفر. غالبا في معظم الأحيان السيرفر بيعد هو السندر، والكلاينت أو النود أو الجهاز بتاعك هو الريسيفر. الإشارة دي أو البيانات دي بتتنقل عن طريق ميديم اللي هو وسط، زي الكابلات النحاسية، سواء بقى كوأكسيال كيبل أو تويستد بير، وممكن طبعا عن طريق كابلات الفايبر أو عن طريق الهواء، عن طريق موجات الراديو أو المايكرو ويفز. الشبكات بتتقسم لثلاث أنواع رئيسية. أول نوع هي الشبكة بعيدة المدى أو الاتصال بعيد المدى، الـ Wide Area Network، أو اللي احنا عارفينها بوان، ودي اللي بتقدر تغطي مساحات واسعة ممكن توصل للقارات كاملة. أشهرها طبعا هي شبكة الإنترنت اللي احنا عارفينها. تاني نوع من الشبكات هي الشبكة المحلية أو Local Area Network. اللوكال Area Network بتغطي مساحات محدودة جدا ما تعديش كيلو واحد. دي اللي احنا بنتعامل معاها بشكل يومي لنقل البيانات بين أجهزة كمبيوتر أو الموبايل في البيت أو في الشركة بتاعتك أو في المكان اللي أنت قاعد فيه بس، أو ممكن ندي أوامر للطابعة أو البرينتر إن هي تطبع ورقة معينة. سرعتها بتكون أعلى بكتير من الوان، وممكن توصل لألف ميجا بت بير سكند. تالت نوع معانا هو الشبكة المدنية أو المتروبوليشن أريا نتورك. دي بتكون شبكة متوسطة بين اللان والوان، بتقدر تغطي مدن كاملة لكن ما تقدرش تغطي دولة كاملة مثلا. تاني جزء في الشبكات معانا هو الـ TCP/IP، أو في جزء تاني معانا هو الـ TCP/IP بروتوكول. ده اللي هو الـ IP زي اللي احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده، ده هو عنوانك على الانترنت. التي سي بي او الاي بي ادرس هو عنوانك على الانترنت، بيكون بالشكل اللي هيظهر على الشاشة ده، وبيبدأ من 4 أصفار لغاية 4255. عالميا بيتصنف ل4 تصنيفات حسب الدولة زي الشكل اللي ظاهر على الشاشة ده برضو. والشبكات بيكون ليها اكتر من توبولوجي أو شكل. يعتبر في عندك الستار، في البص، وفي المش، في الحلقي اللي هو الرينج، وفي الهيراشيكال أو الهيكلي، وفي غيرها. الفرق بين المعماريات دي هي وظيفة وتكلفة كل شكل أو كل تصنيف من التصنيفات دي. الفوائد من وجود الشبكات في حياتنا لا تعد. في منها توفير الجهد والمال والوقت بسبب التواصل السريع بين الأشخاص مثلا، وممكن إن العديد من المستخدمين في مكان واحد يستعملوا نفس الطابعة، فأنت كده وفرت 8 طابعات مثلا.
أو استخدام الـ shared memory اللي هي الذاكرة زي الهارد واحد كبير وكذا واحد بيأكسس نفس الداتا اللي عليه، فأنت كده وفرت الميموري و أو الـ shared resources إن أنت تعمل بروسيس معينة في حتة في سيرفر يعتبر، وكل الناس تاخد الخدمة من غير ما تحتاج الـ resources الجامدة قوي اللي موجودة في سيرفر تبقى عندها. وطبعا غيرها من مميزات تانية كتير للشبكات. الأجهزة اللي بتستخدم في عالم الشبكات عديدة، لكن أشهرهم هما 3 أجهزة. الهب أول حاجة، وده جهاز في عالم الشبكات بنسميه جهاز غبي، هو أرخصهم، وده لأنه بنقول عليه غبي لأنه غير محدد الواجهة. يعني لو عندك 5 أجهزة متوصلين عليه وانت استبعت الملف من جهاز واحد لجهاز اتنين، هتلاقي الملف اتبعت لل5 أجهزة كلهم. ده عيب من عيوب الهاب كبير جدا، وطبعا بيقع بسهولة السيرفر السيستم او الشبكة نفسها بتقع بسهولة بسبب الموضوع ده. تاني جهاز هو اكتر ذكاء شوية، وهو السويتش. السويتش محدد الواجهة، يعني هو رايح على كذا، بيتحدد عن طريق ايه؟ عن طريق الاي بي ادرس اللي احنا لسه قايلين عليه. كل جهاز بيقدر يكلم جهاز التاني عن طريق الاي بي ادرس من خلال السويتش، ومن غير اللخبطة اللي بتحصل في الهب. تالت حاجة عندنا او تالت جهاز عندنا هو الراوتر، والراوتر هو اذكى الاجهزة اللي موجودة. بيكون موجود طبعا في معظم الاحيان عند شركات تقديم الخدمة والاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر. والراوتر بيقدر يحدد ان الباكت بتاعت البيانات دي او الداتا دي تقدر تروح من فين لفين عن طريق يعني اقصر طريق ممكن او افضله من حيث السرعة. والراوتر هو الجهاز الوحيد اللي يقدر يخليك تتواصل مع الشبكة الكبيرة اللي هي الوان. أما الراوتر اللي في البيت بتاعنا ده العادي ده هو مش راوتر، هو أجهزة متعددة في جهاز واحد. ده بيشتغل راوتر بيحدد الباكتس رايحة فين وجاية منين، وفي نفس الوقت بيشتغل سويتش، وفي نفس الوقت بيشتغل أكسس بوينت. الأكسس بوينت عشان الواي فاي اللي فيه، والسويتش لأنه تقدر تعمل من خلاله 4 شبكات أو 4 أجهزة متوصلين على شبكة لان، وتقدر طبعا تزودها بعد كده بسويتش منفصل. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة مقدمة بسيطة جدا عن الشبكات، أتمنى إن هي تكون عجبتكم وأفادتكم. لو عايزين نكمل في الموضوع طبعا ما تنساش تديني أحلى لايك عشان أعرف إن أنتم محتاجين الموضوع ده أكتر من كده بعد كده. وبس كده، لو عجبك الفيديو برضو ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، استنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جاية، واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواة.